والمخرج سيمون مصور. عناوين النشرة: محاولة تعويم صندوق النقد وسادر والفدائي لودريان يطفئ بعض اللهيب والإصلاحات ضرورة. كورونا تتقدم ووزير الصحة تحدث لإذاعتنا: نحن بلشنا المرحلة الرابعة للأسف الشديد، لن يكون هناك كل البلد. المطارنة الموارنة الحياد حاف دون مقبلات سياسية وطائفية. البنزين يعود. ساعدونا لنساعدكم، هذا باختصار ما قاله وزير الخارجية الفرنسي في مؤتمره الصحفي، مكررا مداخلته المؤثرة أمام مجلس الشيوخ الفرنسي عن لبنان قبل أيام. صندوق النقد وسادر عنوانان أساسيان لمحادثات وزير الخارجية الفرنسي الذي التقى إلى الآن رئيس الجمهورية ووزير الخارجية الذي أولم على شرفه، والاستحقاقان يحتاجان إلى نظام واحد عاجل وفوري هو الإصلاحات الداخلية غير الممكنة إلا بإجراءات استثنائية تبدأ بإصلاح القضاء من خلال إقرار التشكيلات القضائية إلى حين إقرار قانون استقلالية القضاء، على أن يتابع الإصلاح على خط الكهرباء والجمارك من خلال ضبط الحدود ووقف التهريب والتهرب ووضع حد للفساد. استهل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان زيارته إلى بيروت التي تمتد على يومين في قصر بعبدة، حيث التقى رئيس الجمهورية ميشيل عون الذي أكد خلال اللقاء أن لبنان يتطلع إلى مساعدة من فرنسا في مسيرة الإصلاحات ومكافحة الفساد التي تواجه صعوبات وعراقيل، خصوصا مع وجود متورطين كثر فيه. وشدد عون على أن لبنان متمسك بالقرار 1701، شاكرا فرنسا على دورها في التجديد لليونيفيل. من جهته شدد لودريان من قصر بعبدة على وقوف فرنسا إلى جانب لبنان ومساعدته لإنجاز الإصلاحات، وعلى أن مفاعيل سادر لا تزال قائمة ويمكن تحريكها بالتوازي مع ما التزمته الحكومة في حينه. وأعلن لودريان بأن باريس وضعت خطة لمساعدة المدارس الفرنسية واللبنانية في لبنان لمواجهة الأزمة الراهنة، وهي تشمل أكثر من 40 مدرسة ستلقى دعما ماليا. لودريان توجه بعدها إلى السرايا حيث التقى رئيس الحكومة حسان دياب، وفي خلال اللقاء توجه دياب إلى لودريان بالقول: لبنان ينظر إليكم كصديق تاريخي، وفرنسا وقفت إلى جانب لبنان في المحطات الصعبة، وأنا على ثقة أنها لن تتخلى عنه اليوم، وأنجزنا إصلاحات وواجهتنا عقبات ووضعنا جدولا زمنيا لإنجاز باقي الإصلاحات. ومستعرضا 98% من إنجازات الحكومة، أضاف لودريان: التدقيق الجنائي في مصر في لبنان يفتح نوافذ وأبوابا نحو المؤسسات الأخرى للتدقيق الجنائي فيها. وعن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أكد دياب التصميم على مواصلة التفاوض متمنيا مساعدة فرنسا لتسريع هذا التفاوض، لأن الوضع المالي للبنان لا يحتمل التأخير. ولفت رئيس الحكومة إلى اعتماد سكانر على الحدود وفي المرافق والمطار، لأن هذا يضبط البضائع جمركيا ويؤمن للدولة مداخيل كبيرة كانت طبعا تعول عليها. وفي وزارة الخارجية، سلسلة مواقف أطلقها لودريان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره نصيف حتي، تفاصيلها مباشرة مع مروان الأدوم. نعم، الآن غادر منذ قليل وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان قصر بوستروس وزارة الخارجية اللبنانية بعدما التقى وزير خارجية نصيف حتي، وطبعا كان معه الوفد الفرنسي المرافق. حتي استقبل لودريان حوالي نصف ساعة وتخلل يعني هذا اللقاء مأكلة غداء صغيرة. وبعد يعني هذا اللقاء كان هناك شكل من أشكال المؤتمر الصحفي، ولكن دون أسئلة وأجوبة
موجودة اقتصرت الكلمة على بيان مكتوب قرأه وزير الخارجية الفرنسي بعدما قدم وزير الخارجية اللبناني نصيب فتي يعني بعبارات منمقة وماذا دار في هذا الاجتماع بين رأس الدبلوماسية اللبنانية ورأس الدبلوماسية الفرنسية. لودريان أكد أن فرنسا دائما إلى جانب لبنان واللبنانيين وهناك بيننا علاقات تاريخية مشتركة وسوف نحتفل هذا العام بقيام لبنان الكبير المئوية الأولى. وقال جئت من أجل رسالة حق، الوضع خطير جدا حيث أن الأزمة تشتد وتزيد اللبنانيين فقرا يوما بعد يوم، نريد أن نتفادى أن تزعزع هذه الأزمة الاقتصادية هوية لبنان في التسامح والانفتاح، وهذا ما جئت من أجله اليوم. الحاجة للتغيير والإصلاح معروفة لدى الجميع ونحن دعونا إليها من أكثر من مرة، وخاصة في الاجتماع الأخير لمجموعة الدعم الدولية لمساعدة لبنان التي انعقدت في فرنسا. طلبنا من السلطات اللبنانية أن تبدأ بعمليات الإصلاح آنذاك. لم يسمع حتى اليوم للأسف صوت الثورة والاحتجاجات الشعبية التي بدأت في 17 تشرين من أجل الإصلاح ومكافحة الفساد وخاصة في الفئات الشبابية. اليوم من الضروري السير على درب الإصلاح، ومن أجل هذا جئت، وهذه هي الرسالة التي أحملها إلى السلطات اللبنانية. وأريد أن أؤكد على ضرورة إعادة إطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بعد تنظيم أرقام المصرف المركزي وتوحيد الرؤية الاقتصادية. الإصلاح في قطاع الكهرباء ضروري جدا، وما تم القيام به حتى الساعة في هذا المجال في قطاع الكهرباء والطاقة ليس مشجعا أبدا أبدا. مكافحة الفساد ضرورية، مكافحة التهريب، كلها أشياء أساسية لاقتصاد لبنان إلى جانب استقلالية القضاء وشفافية القضاء. فرنسا مستعدة لمساعدة لبنان هي وشركائها، ولكن بعد أن يعني تبدأ وتنفذ الإصلاحات والإجراءات العملية. ساعدونا لكي نساعدكم، هذا هو شعار زيارتي إلى لبنان، وهذا يترجم بالجدية في العمل وتوقعات فرنسا بالإصلاح التي يجب أن تنفذها السلطات اللبنانية ليبنى على الشيء مقتضاه. فرنسا ستقوم بعمل إنساني للقطاعات الأكثر فقرا من السكان، وستكون مساعدات السنة المقبلة بحوالي 50 مليون يورو، هذه في عدة قطاعات وخاصة التربية. أيضا جئنا من أجل مساعدة الفئات الشبابية في لبنان وللقطاع التربوي، لأن جائحة كورونا كانت مروعة لحوالي مليون طالب لبناني. وسوف تقوم فرنسا بإنشاء مؤسسة من أجل مساعدة المدارس المسيحية في الشرق الأوسط، وستبدأ بمساعدة المدارس التي تستقبل التلاميذ من كافة الانتماءات والأديان. نعمل لعودة كريمة وآمنة للاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا، وهذا البلد أي لبنان الذي استضافهم بكل كرم وبكل محبة. فرنسا إلى جانب لبنان واللبنانيين، ولكن لكي ينجح هذا المسعى على السلطات اللبنانية أن تساعدنا من أجل القيام عليها القيام في بعض الإصلاحات. فرنسا ستكون إلى جانبكم هي وشركائها إن كنتم بالإصلاحات وساعدتم أنفسكم لكي نستطيع أن نساعدكم. رئيس الدبلوماسية الفرنسية تحدث عن ضرورة فرض سيادة الدولة اللبنانية على كل أراضيها، وأن ينأى لبنان بنفسه عن أزمات المنطقة، وأن فرنسا ستبقى تساعد الجيش اللبناني العمود الفقري للدولة. هذا أبرز ما جاء في الكلمة المكتوبة التي قرأها وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان من قصر بوستروس عودة إلى صوتنا. إلى ذلك جمع اجتماع هاتفي عن بعد وزير الخارجية نصيف حتي مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الخارجية جيمس كليفرلي لبحث سلة المساعدات البريطانية للبنان في ضوء خطة الحكومة اللبنانية للإصلاحات المنشودة.
عقدت قمة روحية في الدمان شددت على ضرورة تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية والتضامن مع المؤسسات الدستورية في ورشة الإنقاذ الوطني. البيان تلاه المسؤول الإعلامي وليد غياض. تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية وتجنيبه الإنعكاسات السلبية للتوترات والأزمات الإقليمية، وذلك حرصا على مصلحته العليا ووحدته الوطنية وسلمه الأهلي، باستثناء ما يتعلق بواجب التزام قرارات الشرعية الدولية وبخاصة المتصل منها بالأراضي اللبنانية التي لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي والإجماع العربي والقضية الفلسطينية المحقة بما في ذلك حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم وديارهم وعدم توطينهم. في جديد فضيحة الدجاج الفاسد، تابعت الأجهزة الأمنية والقضائية عملية الحجز على مستودع البقاع الفاسد في زكريت وجمع المواد من المحال التجارية، وتم توقيف مدير مستودع زكريت وطاقم العمل رهن التحقيق في وقت ظل صاحب المستودع رالف فريحة متواريا. نقابة القصابين ومستوردي اللحوم الحية عقدت مؤتمرا صحفيا وطالبت الدولة بدعم هذين القطاعين اللذين يرزحان تحت عبء الوضع الاقتصادي الصعب. إن هذا القطاع يمر بمنعطف خطير جدا 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 إذا لم يتم تدارك الأمر من المسؤولين. اليوم قبل غدا بلد الملاحم التي أغلقت أبوابها تجاوز النصف، مئات العائلات ستفقد مدخولها، أسطولنا البحري سيتوقف كما هو حاصل الآن لتوقف الطلب العالمي في هذه الفترة وعدم قدرتنا على تشغيل البواخر إلى لبنان لتراكم المخزون ووجود رأس مالنا في المزارع. وأخيرا تجدر الإشارة أنه كما شاهدنا قبل يومين عملية الدهم على مستودعات مليئة باللحوم الفاسدة، مع الأسف ستزداد هذه الأعمال بسبب غلاء اللحم الطازج وقيام الطبقة الفقيرة التي تزداد يوما بعد يوم في هذا البلد إلى البحث عن الرخيص كمعيار أول دون أي معيار آخر. في أزمة حياتية أخرى، ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرة أقر بوجود نقص في مادة البنزين، إلا أنه لا داعي للهلع لوصول باخرتين محملتين بالمادة، وقال لصوت لبنان: الأزمة قد